السلام عليكم حبيباتي، جمعة طيبة مباركة للجميع إن شاء الله. جبت لكم هذا الفيديو نزولا عند طلب بعض مشتركاتي الوفيات. طلبوا عندهم خطبة، وكان عندها شوفة، وكان عندها الكمال، وطلبوا مني بعض الأفكار كيفاش يقدموا التمر، كيفاش يقدموا المأكولات والمشروبات إلى آخره، كيفاش تنظم. إذا هذه الفيديوهات إن شاء الله راهم إن شاء الله سأوفيكم بهم مور هذا الفيديو إن شاء الله، لكتب رب سبحانه. إذا بغينا نغيروا شوية، وبغيت تانيك نحقق لهم طلباتهم، وبغيت من هذا المنبر نقول لهم طلباتكم أوامر، والله يكملكم بالخير وربي يوفقكم إن شاء الله. وإن شاء الله هاد الفيديوهات يكونوا فيها الخير عليكم. اللي راها مخطوبة ربي يكمل لها ويوفق لها، واللي راها تتفرج في هاد الفيديو مازال ما يجي مكتوبها، إن شاء الله ربي يرزقك برنوس السر ويرزقك ابن الحلال إن شاء الله يا ربي. إذن من خلال هاد الصور المتنوعة نتمنى إن شاء الله نكون فدتكم ولو بالقليل. مهم الواحد يدي أفكار، واحد ما يكلفش روحه الجود من الموجود، وما كاش كيما التواضع، وما كاش كيما واحد البساطة. البساطة هي أهم شيء. ونوصيكم تاني صلوا صلاة الاستخارة وتوكلوا على ربي سبحانه، وإن شاء الله ربي يوفقكم وربي عمر بيوتكم ويدوم الأفراح علينا ويرفع ربي علينا هذا الوباء وهذا البلاء إن شاء الله يا رب العالمين. حبيباتي الآن خليكم مع بقية الصور، وإن شاء الله تكملوا الفيديو حتى الأخير. ما تنسونيش بلايك وجيم وبارتاج وابوني إلى آخره. حاولت أني نفيدكم وإن شاء الله نكون قد أفدتكم في هذا الفيديو. إلى عجبكم هذا المحتوى تركوا لي تعليق، واللي راح حابة أي حاجة تخليها لي في التعليق، وإن شاء الله راح نبحث ونفيدكم إن شاء الله. هذه القناة قناتكم وهذه عائلتكم، وأنا راني هنا يا أختكم بالتوفيق، وإن شاء الله كامل تكونوا بخير، والله يدوم علينا الأفراح والصحة والعافية، وربي يرفع علينا هذا الوباء إن شاء الله، وتفرحوا بعرساتكم وبأفراحكم. مع السلامة، فيديو آخر إن شاء الله.